اليوم نستذكر فنان كبير سمي فنان الشعب المانوليوتست عزيز علي. حقيقة عندنا كثير من المداخلات وأيضا فيلم عن هذا الفنان، وأيضا بالبداية رحب بعائلة الفنان عزيز علي حضور بنته بيسارف، سيقدم مجموعة من أغانيه. بالبداية نتحدث قليل عن الفنان، يعني الفنان عزيز علي تاريخ ميلاده الحقيقي عن حياته ومواليد 1908، ولد في الكرخ بغداد وأكمل دراسة الابتدائية عام 1924، استمر في الدراسة لفترة حتى عين موظفاً في الجمارك. كان عزيز علي عاشقاً للفن، فن التمثيل، وقد أسس مع حق الشبلي الفرقة العربية للتمثيل، وترأسها عندما سافر حق الشبلي للدراسة في باريس في ثلاثينيات القرن العشرين، واشتهر بكونه فناناً شاملاً، فهو يكتب كلمات ويلحنها وينشدها على الهواء مباشرة من ميكروفون إذاعة بغداد اللاسلكية عام 1936 عندما تأسست الإذاعة. كان عزيز علي رحمه الله فناناً لا يمكن تكرار تجربته ولا قدرته الإدائية الخاصة ولا تجاربه المميزة الانتقادية الساخرة موسيقى وكلمات. سجن عزيز علي عام 1941 لمشاركته في أحداث مايس، وقضى في السجن أكثر من عام، وحتى أطلقت وزارة جميل المدفعي سراحه ليعود إلى وظيفته متنقلاً إلى عدة أماكن قبل أن يستدعي إلى وزارة الإعلام عام 1968 ليؤسس مدرسة الأطفال اللي حالياً هي مدرسة الموسيقى والباليه للشرف إلى بتأسيسها لليومنا هذا. وهذا أكثر المصادر ما تذكر هاي، يقول مدرسة أطفال وهي مدرسة الموسيقى والباليه، مثبت أيضاً بالمدرسة، هو أسس هاي المدرسة الكبيرة لفن الباليه وموسيقى العالمية. قام بزيارات أخرى للتحسفاتي وبلغاريا، حيث اكتسبت الساحة الفنية إضافة جديدة من الشباب والشابات الذي يتقنون العزف على الآلات الموسيقية المتعددة، وتستطيع مجموعة منهم تقديم عروض الأوبريت والباليه باقتدار. طلب عزيز علي في السبعينات حالته للتقاعد بعد طول معاناة مع مسؤولي الوزارة آنذاك، وقبع في داره حزيناً ساخطاً لسوء تقدير الدولة وحب الناس وإقبالهم على منهجوت الساخرة الجريئة التي تصلح لكل زمان ومكان. حقيقة حديث كبير عن الفنان عزيز علي، لأن حقيقة إحنا نقدم فيلم قصير عن الفنان عزيز علي، أنتجته مؤسسة المدى للثقافة والفنون، فنشاهد الفيلم. Thank you.
فقرتنا التالية أيضا نقول فنان حارث اللي يقلد صوت الفنان عايز علي بمرافقة اثنين من زملاء الفنان. يتفضل فنان علي عبد الشهيد وفنان حارث. تحية الفنان حارث. عندك ميكروفون علي محمد، مو علي محمد، لا بدون حج لا كثير حج مو حديث عدد طويل. ماشي ماشي يلا يلا يلا، مو عندنا مداخلات هواية حالة. سادتي الأفاضل، الحضور الكرام، أقدم لكم سلامي وتحياتي لحضوركم للفنان الكبير الأستاذ عزيز علي. الحقيقة أنا محمد شوية وجهت اليوم، ومريض وجهت حتى لا أخذ وقت، ونحن ننزل نضرب على ترى، فإحنا مثل ما يقولون إن شاء الله لكم في الأول. أنا بالحقيقة أنا أشعر بالمقابلة شغلتي، بس أنا حبيت عزيز علي من سنة الستينات حتى الثمانينات حتى اليوم. واحد سمعني خارج العراق قلنا شو هذا؟ شو هذا؟ حبيت الأغاني والكلمات والحانة بالصف. أقول أبو شاشة العراق فنانين عزيز عزيز يلا بلش روح. يا جماعة النبي أحنا عند
ويصب دموعه من حب
فكر لي كل رسام جدا من صاحبنا. يلا تلفون يلا يمشي على ويا على لا كل فن السفينة بس المقطع الأول.
وين سفير؟ مسفينا وراح تغرق، مسفينا وراح تغرق يا ربع والهم، ساقتنا الرياح ضيم والم، عذاب والم في الم، شي في الصياح شي في الندم سلموها للريح جنها وسفينتهم، بس بالتصاريح اقبل نشكر افتحنا يعني معنا اذا نحكي عندنا فقرات وايد يلا يعني ارتاحوا على الثالث لا لا خلنا شكرك الو نشكر الاستاذ حارث ابو زهراء بتقديم هاي المجموعه من اغاني الفنان الكبير عز علي حقيقه عندنا كثير تحيه للاستاذ حارث وايضا عازف الكمان علي عبد الشهيد وعازف الايقاع علي محمد نشكركم الحقيقة عندنا مداخلات كثيرة بس احنا الأستاذ عبد الحميد الرشود عنده بحث خاص عن الفنان عايز علي فليتفضل الباحث تحية انت أستاذ روح هناك خليه ايوه الله يعطيك العافية. افتح لي هذا. رجوع رجعان؟ جمال رجعان الهدوء احنا قلنا الاستاذ الباحث عبد الحميد الرشود فرجعان الهدوء حتى نسمع مختصرات مثل ما حضرات السيدات والسادة الأكارم أحييكم أجمل تحية وأحيي فيكم روح الوفاء وأنتم تجتمعون اليوم في هذا المنتدى الكريم لتحيوا الذكرى 15 لرحيل فنانكم الذي وقف في خندق الشعب نصف قرن وهو ينافح عن حقوقكم ويكافح جلاديكم
من المستعمرين وصنائعهم، سواء أكانوا من الإنجليز الحمى أو من الإنجليز الصمت، الذين كانوا أشد وبالا ونكالا على شعبهم من المستعمر الغاصب الدخيل. إن شعبا يرجو من الطاغي عزا، له شعب يظل غير عزيز، عربي أمسى أشد علينا إنجليزية من الإنجليز. في مساء يوم الأربعاء 25 من شهر تشرين الأول سنة 1995، كان الظلام والصمت قد لف الدار إلا غرفة واحدة تسمع منها أنفاسا لاهبة، وحشرجة تصاعد من هذا الجسد الطريح الذي صحبته 86 عاما لتخرج مفارقة له ولترجع إلى بارئها راضية مرضية. فقد آن لهذا الجسد الناحل الذي لا لقي ما لقي من نكد الأيام ومنغصات الحياة التي ذاق حلوها وصابها حتى ملته وملها وقلته وقلاها، لقد آن لها أن تعود إلى صدر أمي الرؤوم الأرض. أليس الإنسان ابن الأرض؟ أليس هو من التراب؟ فلا غر أن يعود إلى أصله، وكم جدول في الأرض راجع منبعا كما يقول أبو شبك. وفي صباح اليوم التالي يوم الخميس 26 من سنة 1995، خرج من دار عزيز علي تابوت يحمل ما أبقت الأيام والليالي منه، وما أبقت سوى هيكل عظام يلفه جلد شاحب نصل لونه وجف أديمه. خرج النعش وقد اتخذ سمته إلى مقبرة الكرخ الإسلامية في أبي غريب، يتبعه بضع سيارات وهي تقل المشيعين من الأقرباء والأصدقاء الذين خفوا إلى داره حين بلغهم نعيه وانضموا إلى موكب التشييع. وحين وصول الموكب إلى المقبرة ترجلوا، وبعد أن صلي على الجثمان صلاة الجنازة نقل إلى المجموعة 25 من المقبرة، حيث عد له قبر هناك وقد أنزل فيه وهور التراب في تمام الساعة 11. من ذلك اليوم الحزين ثم انفرط عقد ذلك المشيعين، وذهب كل لطيته بعد أن أسجل الستار على الفصل الأخير من الرواية التي دام عرضها 86 عاماً.
كان أصدق قول الشاعر العالمي ويليام شكسبير حين قال: الدنيا مسرح كبير والناس ممثلون، كل يؤدي دوره ويمضي بطيته. لقد كان الفنان البارح عزيز علي ظاهرة فنية وعبقرية نادرة قلما يجود الزمان بمثلها، فقد استطاع بجده واجتهاده وصبره وأناته وذوقه المترف وإحساسه المرهف أن يتبوأ منزلة رفيعة في فن المنزوج، أي الأداء والحوار الخطاب الفردي، مستهلاً نتاجه بنقد وتسفيه العوائد الاجتماعية الفاسدة والخرافات الموروثة عن أصول التخلف والتدهور من أمثال الحور الذي يبتلع القمر والسحر وضرب تخت الرم وقراءة الكف وأخذ الفأ الذي كان يتعاطاه فريق من المشعوذين والدجالين الذين يجدون في سذاجة الناس وجهلهم وبساطتهم مربعا خصبا لترويج أباطلهم وحيلهم وليؤمنوا لأنفسهم رزقا ومبردا لا ينضب من المال السحر. كما تناول الفنان الناقد عزيز علي بالسخرية والنقد اللاذع عادة بعض النساء في اجتماعات وولائم القبول وما يسببه ذلك من تكاليف باهظة وإضاعة للوقت وفتح لباب الشر في العوائل بما يثار في هذه الاجتماعات من قيل وقال وسعي بالنميمة، كل ذلك يتحمله رب البيت وهو مرهب سليم الإرادة لا يستطيع له صرفا ولا عدلا تجاه إصرار وعناد تلك النسوة الجاهلات، كما انتقد وفند ظاهرة ذلك الطالب الخائف الذي يرسله أبوه لتلقي العلوم في معاهد الغرب العلمية، وبدلا من الدراسة ينغمس في مستنقع اللهو والعبث، وبعد أن يرهق أباه ويغرقه بالديون والرهون يعود إلى بلاده صفرا من العلوم خلوا من المعارف، وهو لم يجلب معه إلا بعض العبارات التافهة والأقوال الفارغة، فيصبح عبئا مضافا إلى أعبائهم الثقال. تلك الذي عقدوا الآمال فخيب رجاءهم وأخلف ظنهم، وقد ضمن ذلك منلوج شوباش والذي سجلته في إحدى شركات التسجيل على أسطوانة كانت تقدم في المقاهي والنوادي وحتى من دار الإذاعة ببغداد. وزارة توفيق السويد الثانية سنة 1946، فقد أجازت وزارة الداخلية التي كان يشغلها السياسي الوطني سعد صالح 5 أحزاب سياسية، وهي الحزب الوطني الديمقراطي
وحزب الاستقلال وحزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني وحزب الأحرار. والملفت للنظر أن هذه الأحزاب الخمسة كانت كلها معارضة، وليس بينها حزب واحد يؤيد الحكومة أو يدعمها. ولما جاءت كارثة العرب الكبرى وجرحها النازف متمثلة بقيام إسرائيل وتهجير سكان البلاد لتكون رأس حربة في الشرق الأوسط ولتفصل المشرق العربي عن مغربه، تأجج الشعور القومي العارم في نفوس الناس، وهنا نزل عزيز علي الميدان السياسي وشرع بالنقد وتجريح الحكومات العربية التي اعتبرت متخاذلة متقاعسة، فأوسعها لوما وتثريبا وتقريعا. ولما كان الفرد العراقي بطبيعته النفسية يحمل حقدا متوارثا على الحكام عبر عدة قرون، وذلك لوجود هوة سحيقة بين الحاكم والمحكوم لم تستطع الحكومات ردمها، فالحاكم في نظر الشعب لص مؤامر معتد على كرامته سالب لسعادته، والشعب في نظر الحاكمين مشاغب معرقل لمشاريعهم الإصلاحية. ومن هنا وبسبب هذه الظروف الموضوعية وجدت آذانا صاغية وقلوبا مفتحة، لأنها كانت تداعب وجدانها وأحاسيسها الوطنية ومشاعرها القومية، فراجت وانتشرت وأصبحت النشيد اليومي للناس في الشوارع والأسواق. والمقاهي والنوادي، وليس ثمة شك أن كثيرا من المعمرين يذكرون جيدا كيف أن الجمهور كان يجتمع ويتحلق حول أجهزة المذياع وهو يصغي بكل جوارحه وبشوق ولهفة لعزيز علي في حفلته الأسبوعية التي كانت تبث عبر الإذاعة في بغداد. نختمها دقيقة أدي كلمة خاتمة. وصفوة القول إن عزيز علي ظاهرة فنية قد لا تتكرر في تاريخ الفن العراقي المعاصر، فقد استطاع أن يبتكر أشياء من لا شيء، وإذا كان كل فنان امتدادا لفنان متقدم عليه فإن عزيز علي لم يسبق في هذا الميدان سابق، وما إخاذ سيلحقه لاحقا. وآية ذلك أن عزيز علي قد لاذ بالصمت سنين عددا وأخل الساحة منذ عهد بعيد، فما الذي يمنع غيره من الظهور والبروز وملء المكان الذي خلفه؟ لو كان هناك من يقدر على ذلك لظهر وبان. رحم الله عزيز علي، فقد شأ من قبله وأتعب من بعده، فقد كان فنانا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني السامية.
الحمد لله على هذه المعلومات. حبيت المداخلة من الأستاذ الفاضل عبد الرزاق الصافي، هو مخلص في فضل يتحدث لنا عن الفنان علي العام. حتى يسمعوني الإخوان من الأخير، حتى لا يكون الكلام بلا فائدة. في الحقيقة ذكرياتي عن علي تمتد إلى أواخر الثلاثينات بداية الأربعينات. عزيز علي كان في البداية شخص تنويري. أبو مخلص علينا كاميرات تحرك على مود الفضائيات. استريح. من الوجهات الأولى كانت هي ضد الخرافات، إذا تتذكرون من الوجه ماله نص الليل فزيت من نومي شدي أجيلة فوسم بهجومي لقى مرتة دندق من الصينية حتى الخشوف مال القمر الحوتة المنحوتة تهده. بعد ذلك توجه وطني أيضا بالإضافة إلى هذا، فسوى منالوج لتشجيع الصناعة الوطنية لأنه بات غزة الأسواق العراقية، فقال منالوج عنده لا تشترون من باته، لا تشترون من باته، شجع الصناعة الوطنية. بعد ذلك دخل عالم السياسة من خلال المنالوجة الدكتور دخل الله ودخلك بزداوينا، دكتور اسقينا العلقم بزداوينا، دكتورين الحمى من رجلينا. ولمن لا يدري من هو دكتوره، فالدكتور هو رشيد علي الجيلاني. هذا المنالوج صار في فترة الحركة مع رشيد علي الجيلاني ضد الإنجليز، وعمليا ربما هو هذا المنالوج هو اللي سبب اعتقاله وبالمعتقل مع الأعمارة مع من اتهموا بالنازية. هو لم يكن نازي، هو شخص وطني قومي إلى آخره. بعد ذلك انطلع من السجن من المعتقل، اجى إلى كربلاء. أنا من كربلاء، اجى إلى كربلاء في أيام الحرب العالمية الثانية، وفتح محل من المصادفات العتيقة الغريبة أنه صار وكيل شركة باتا في كربلاء. أنا يعني تعرفنا على عزيز علي من خلال ابن أخته مو صادق الصايم، واحد آخر فاروق كان ميانا طالب في الابتدائية. ها؟ ابن أخوه فاروق. فهذا كان هو يقران المنولوجيات مالته وإحنا أطفال يعني في الابتدائية. بعد ذلك يعني منع عزيز علي سنوات طويلة هذا المنولوج مال الدكتور، هو بالحقيقة ظل ممنوع إلى أواسط الخمسينات. بعدين سمح به، وهو عندما عاد إلى مجال ظل أيضا بعض الأحيان منولوجياته تمنع، ولذلك كان عندما هو موظف بالجمرك المنتسبين الجمارك يسوون حفلة فيطالبوه بأن يقرأ، يقولوا له بيان رقم 11 يحوي البضائع الممنوعة من الدخول بالعراق. وبالحقيقة عزيز علي كرائد كعلم من أعلام الثقافة العراقية التقدمية الوطنية لم يتكرر، وهو بالحقيقة واحد من الأعلام في زمن التوهج، شاعر وملحن ومؤدي وإلى آخره، يعني طاقة لم تتكرر، يشبه في تقديري يشبه شارلي شابلن مثلا، شارلي شابلن عراقي. وأنا أتذكر بالخمسينات يعني كان يوم الأربعاء هو يوم الحفلة الأسبوعية مالته، يعني عندما نمشي بالشارع بلشت الإذاعة تذيع المنالوج ماله، نوقف نفتعل قضية نشرب شربت أو ناكل فد صمونة فد مكان يم راديو اللي يبث المنالوج ماله. وسمعته عدد من المنالوجات اللي تفضل بها أخونا مشكورا وهي جميلة جدا، وحبذا
يعني لو ان مؤسسه المدى اللي لها الفضل في هذا الجمع ونحييها ونبارك جهودها، حبذا لو انهم منولوجات عزيز علي كلها تسجل على اشرطه، والان منها جمهور كلش كبير من الممكن ان يشتري هذه المنولوجات. وبالحقيقه احنا في كثير من الحفلات، كثير من اللقاءات نستعين بمنولوجات عزيز علي لترطيب الجو ولتحسين المعنويات وللمتعه الفنيه لهذا الفنان واستذكاره واحياء ذكراه وتمجيده. شكرا لكم على الاصغاء. نشكر الاستاذ الرزاق الصافي على الداخل. حقيقه نقدم لكم ست سوزان بنت الفنان عايز علي كلمه بالمناسبه تحيه سوزان بنت الفنان الكبير فنان الشعب. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة هذا الجمع يعني كنت أتمنى أنه في حياته يصير هيك شيء، وهو كان يتمنى هذا الشيء. على أي حال السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على نبلكم وتجشمكم العناء والحضور إلى هذا التجمع الخير الذي رعته مؤسسة المدى، مشكورة أصالة عن نفسي ونيابة عن شقيقاتي وعائلتي. السادة الحضور، عزيز علي هو البصمة الفنية والسياسية في تاريخ العراق بكل ما في هذه الكلمة من معنى الفن والسياسة الشريفة. قد لا أجد الكلمات الكافية ولا الأوراق الواسعة لأعبر عن ماهية هذا الرجل، لا لكونه أباً ولكن لأنه الصرح العظيم من بين الصروح العظيمة في تاريخ العراق الحديث. كان الصوت المدوي في أسماء الساسة العراقيين في فترة الحكم الملكي، وكان الجبل الشامخ في الساحة السياسية إبان الانتداب البريطاني الذي وقف وحيداً في الساحة، صوتا مدويا معبرا عن آمال وآلام العراقيين، كما أنه عبر عن معاناة الأمة العربية حين تطرق إليها في منولوج الجزائر ومنولوج فلسطين. كان الصوت الذي أقض مضاجع السياسيين المتخندقين في خنادق الاستعمار والاحتلال. عاش فقير الحال غني النفس، لم يتصعلك لنظام، لم يتملق لحاكم، لا يعرف بالحق لومة لائم. كانت كلماته أخطر من الرصاص الذي يوجه للحكام. لم يعتش على عمله الفني ولم يتاجر به. هذا هو عزيز علي، الإنسان بكل معنى الكلمة، الذي كان في حياته الخاصة ملاذا لأقرب الناس إليه من الأيتام والأرامل. ربى أولاد أخيه كما ربانا، وأوصلهم ونحن إلى أعلى مراحل الدراسة، وهو موظف بسيط يعتاش على راتبه والذي طالما قطع والجميع يعلم. كان وحده في الساحة، فلم يكن هناك أحزاب دينية ولا سياسية، وبقي إلى آخر يوم من عمره وحده، لم ينتمي إلى أي تيار أو حزب. نتأمل بكم خيراً، أنتم أصحاب الأقلام الشريفة والأصوات الحرة لتبجيل ذكراه ولتأمل من مؤسسة المدى كذلك، وأظهار صورته الوطنية لتعرفه الأجيال الحالية رجلاً شجاعاً معطاءاً بدون مقابل، ومناضلاً متفانياً وناكراً لذاته. الأمل فيكم أن يتخلد هذا الرجل برمز فني بشكل تمثال يشيد له لتراه الأجيال، حتى تبقى ذكراه عالقة وخالدة في عيون وأذهان الأجيال القادمة. أشكركم، السلام عليكم. الفنان عايز علي والقضايا القانونية.
هو رسم جميل وتقليد جليل لذلك الذي دأبت عليه مؤسسة المدى في الاحتفاء والاحتفال بشخصيات وطنية عراقية، شخصيات ذات بصمة على التاريخ العراقي والبغدادي. وإن كان لدي أعجوبة وألحوظة على المدى، كان من اللازم أن تنتقي وتصطفي وتختار الأمثل والأكمل والأفضل، فلا بعد الجاحظ ولا بعد ابن المقفع ولا بعد ابن أبي داود ولا بعد الحلاج ولا بعد ابن سعد ولا بعد الجوزي ولا بعد الخطيب البغدادي قول لقائل. يعني لما نحتفل بالأستاذ علي جواد الطاهر أبو البلاغة يعيب علينا مثل هذا الاحتفال ويقول للمدى: اجعلي يوما للكملاء الفضلاء المثلاء العلماء الأجلاء. أما بالنسبة للمرحوم عزيز علي فقد قيض لي أن توكلت في دعوى أمام المحكمة المعروفة، وكان المتهم في الدعوى أحيل وفق المادة 201 من قانون العقوبات، والمادة 201 من قانون العقوبات هي المادة التي تعاقب بالإعدام على من حبذ أو روج أو انتمى أو انتسب للماسونية. هذه في نهاية الثمانينات. هيئة المحكمة عندما حضرنا شخصية معروفة لا زال حين يرزق ورجل يعيش في بحبوحة العيش، المحكمة لما أحيلت كنا على أساس أن ندخل المرافعة، وعلى عادتها في الاستعجال والعجالة في فرض الأحكام، إلا أنها في تلك القضية قد تأنت، قالوا تؤجل الدعوة إلى يوم آخر، فجئت مبكرا من ذلك اليوم وقابلت موكلي، لأن كما هو معلوم أن الأمر ليس بسياسي، مسألة الماسونية تهمة يراد منها شيء معين. سألته قال فلان فصاد اللي ما نذكر اسمه الكامل راودني عن عمارة لكي يتملكها بحجة أنها تستخدم من قبل دائرته لأغراض المصلحة العامة، وأنني رفضت، لذلك حالي من على أي حال مانا من قراءة الدعوة الخاصة بموكلي اللي ترافعت عنه في عام 89، وجدت في إضبارة الدعوة الخاصة بالمرحوم عزيز علي، قرأتها قراءة قارئ لشيء من التاريخ، وجدت أن المحكمة عندما حاكمت عزيز علي العقوبة الإعدام أنه توقفت عند عدم فرض عقوبة الإعدام للأسباب التالية: أولاً أنه كان يقول بما يقول ساطع الحسني، وأنه في عام 1941 تم توقيع حبسه لتأييده المطلق اللامحدود لحركة السبعاوي والعقداء الأربعة ورشيد علي الجيلاني. بالمناسبة قضية رشيد علي الجيلاني استمرت مع المرحوم حتى أن هنالك نزاعاً حصل بعد ثورة 14 تموز 1958 بشأن رقم السيارة 9 بغداد. 9 بغداد تعرفوها مال من؟ 9 بغداد مال رشيد علي الجيلاني الله يرحمه، اشتروها بيت السهيل. من حصلت الثورة أراد رشيد عالف الجيلاني إعادتها له. قابل المرحوم عبد السلام عارف وكان أحد مؤيدي رشيد عالف الجيلاني في طلب السيارة أو الرقم على الأقل 9 بغداد هو المرحوم عز علي. وعام 1956 تم توقيفه أثناء العدوان الثلاثي، وأنه توقف عن المنلاج للفترة من 14 تموز 1958 حتى 1966. المنلاج أبان تلك الفترة كان ملكاً شائعاً لعلي الدبو وفاضل رشيد. هاي القصور، هاي الحواش، هاي المكاين عن ترناش، كل من هذا المعاش تذكروا حضراتكم، احنا ببغداد نسمعها.
ولم يعد إلا في عام 1966. كانت هذه علامات للخروج من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن أو الحبس للمرحوم. لكن يبدو أن أحد أعضاء المحكمة الذي كان موجوداً قد دخل في صراع مع المرحوم عز علي. الصراع يكمن في أن عزيز علي رحمة الله على روحه وقف أمام المقام البغدادي، قال المقام البغدادي مقام عجمي، هذبوه يا أصحاب المقام، جملوه بعربية جديدة. والذي يبدو رأي الرجل رجل مكين عليم قادر بارع بشأن الفنون. لذلك انتهت قضية عزيز علي بالسجن المؤبد، وكانت قضية عزيز علي القضية الأولى هي قضية عبد الجبار فهمي مدير الشرطة الذي سأله المهداوي في المحكمة أول المتهمين هل أنك ماسوني، أجاب نعم. والقضية الثانية قضية عزيز علي، لا أريد أن نذكر الشاهد الرئيسية في الموضوع. والقضية الثالثة قضية موكلي التي انتهت بالسجن المؤبد جريا واتباعا للقضية التي حسمت. ومما قيل في عز علي أنه من الجماعة الأخوة في تلك المحكمة لا يفرقون بين الماسونية والبهائية. البهائية مكانها شيخ بشار، أصلا شيخ بشار جاء هذا من إيران وقعد، فلا يفرقون. حتى أنهم قالوا عزيز علي طالما أن منطقة الشيخ بشار وولاده في الشيخ بشار فهنالك لقاء بين ذلك. أقول رحم الله عزيز علي وحسبه فضيلة وكفاه منقبة أن جميع منظمات المجتمع المدني الآن التي تنادي بحقوق الإنسان يجب أن يكون عزيز علي هديا ومرشدا لها. يا جماعة والنبي من حقوق الإنسان بالعرف والأديان أن للإنسان حر الفكر حر اللسان. تصوروا مثل هذا القول ينفي عن التهمة اللي قيل أنه كان تابعاً للنازيين، وينفي التهمة الأخرى الذي قالت أنه لبس جلباب القومية العربية. أعتقد أنه وطني رحمه الله ورحم جميع ساداتنا ومثلاءنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة توفيق السويد الثانية سنة 1946، فقد أجازت وزارة الداخلية التي كان يشغلها السياسي الوطني سعد صالح 5 أحزاب سياسية، وهي الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني وحزب الأحرار. والملفت للنظر أن هذه الأحزاب 5 كانت كلها معارضة وليس بينها حزب واحد يؤيد الحكومة أو يدعمها. ولما جاءت كارثة العرب الكبرى وجرحها النازل متمثلة بقيام إسرائيل وتهجير سكان البلاد لتكون رأس حربة في الشرق الأوسط ولتفصل المشرق العربي عن مغربه، تأجج الشعور القومي العارم في نفوس الناس. وهنا نزل عزيز علي الميدان السياسي وشرع بالنقد
وتجريح الحكومات العربية التي اعتبرت متخاذلة متقاعسة، فأوسعها لوماً وتثريباً وتقريعاً. ولما كان الفرد العراقي بطبيعته النفسية يحمل حقداً متوارثاً على الحكام عبر عدة قرون، وذلك لوجود هوة سحيقة بين الحاكم والمحكوم لم تستطع الحكومات ردمها، فالحاكم في نظر الشعب لص مؤامر معتد على كرامته سالب لسعادته، والشعب في نظر الحاكمين مشاغب معرقل لمشاريعهم الإصلاحية. ومن هنا وبسبب هذه الظروف المروعية وجدت آذانا صاغية وقلوبا مفتحة، لأنها كانت تداعب وجدانها وأحاسيسها الوطنية ومشاعرها القومية، فراجت وانتشرت وأصبحت النشيد اليومي للناس في الشوارع والأسواق، والمقاهي والنوادي. وليس ثمة شك أن كثيراً من المعمرين يذكرون جيداً كيف أن الجمهور كان يجتمع ويتحلق حول أجهزة المذياع وهو يصغي بكل جوارحه وبشوق ولهفة لعزيز علي في حفلته الأسبوعية التي كانت تبث عبر الإذاعة في بغداد. نختمها دقيقة عندي كلمة خاتمة. وصفوة القول إن عزيز علي ظاهرة فنية قد لا تتكرر في تاريخ الفن العراقي المعاصر، فقد استطاع أن يبتكر أشياء من لا شيء. وإذا كان كل فنان امتدادا لفنان متقدم عليه، فإن عزيز علي لم يسبق في هذا الميدان سابق، وما إخاذ سيلحقه لاحقا. وآية ذلك أن عزيز علي قد لاذ بالصمت سنين عددا وأخذ الساحة منذ عهد بعيد، فما الذي يمنع غيره من الظهور والبروز وملء المكان الذي خلفه؟ لو كان هناك من يقدر على ذلك لظهر وبان. رحم الله عزيز علي، فقد شأ من قبله وأتعب من بعده، فقد كان فنانا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني السامية. نشكر الأستاذ صاحب الجمهور السوري الأخ معدنان، حقيقة مداخلة من الأستاذ الفاضل عبد الرزاق الصالح، وهو مخلص في فضل في حدثنا عن الفنان عزيز علي. حتى يسمعوني الإخوان من الأخير، حتى لا يكون الكلام بلا فائدة. في الحقيقة ذكرياتي عن عزيز علي تمتد إلى أواخر الثلاثينات بداية الأربعينات. عزيز علي كان في البداية شخص تنويري. أبو مخلص صحيح الكاميرات تحرك على مود الفضائيات. استريح. من الوجهات الأولى كانت هي ضد الخرافات، إذا تذكرون المنالوج ماله نص الليل فزيت من نومي شركي أجيلة هوسف مهجومي
لقى مرته تدق بالصينيه حتى الخشوف مال القمر الحوته المنحوته تهده. بعد ذلك توجه وطني ايضا بالاضافه الى هذا، فسوى مغلول لتشجيع الصناعه الوطنيه، لانه بات غزت الاسواق العراقيه، فقال من اللوج عنده لا تشترون من باتا لا تشترون من باتا، شجعوا الصناعة الوطنية. بعد ذلك دخل عالم السياسة من خلال المنولوجيا الدكتور دخل الله ودخلك بداوينا، دكتور اسكينا العلقم بداوينا، دكتورين الحمى من رجلينا. ولمن لا يدري من هو دكتوره، فالدكتور هو رشيد علي الجيلاني، اللي هذا المنولوج صار في فترة الحركة مع رشيد علي الجيلاني ضد الإنجليز. وعملياً ربما هو هذا المنولوج هو اللي سبب اعتقاله وبالمعتقل مع العمارة مع من اتهموا بالنازية. هو لم يكن نازي، هو شخص وطني قومي إلى آخره. بعد ذلك انطلع من السجن من المعتقل، اجى الى كربلاء، انا من كربلاء، اجى الى كربلاء في ايام الحرب العالميه الثانيه، وفتح محل من المصادفات العتيقه الغريبه انه صار وكيل شركه باتا في كربلاء. انا يعني تعرفنا على عزيز علي من خلال ابن اخته، مو صادق الصايغ، واحد اخر فاروق كان ميانا طالب بالابتدائيه. ابن اخوه فاروق. ابن اخوه فاروق. فهذا كان هو يقران لنا المنولوجيات مالته واحنا اطفال يعني بالابتدائيه. بعد ذلك يعني منع عزيز علي سنوات طويله هذا المنولوج مال الدكتور، هو بالحقيقه ظل ممنوع الى اواسط الخمسينات. بعدين سمح به، وهو عندما عاد الى مجال الظل ايضا بعض الاحيان منولوجياته تمنع، ولذلك كان عندما هو موظف بالجمرك المنتسبين الجمارك يسوون حفله فيطالبوه بان يقرا، يقولوا له بيان رقم 11 بيان رقم 11 بيان رقم 11 يحوي البضائع الممنوعه من الدخول بالعراق. وبالحقيقة عزيز علي كرائد كعلم من أعلام الثقافة العراقية التقدمية الوطنية لم يتكرر، وهو بالحقيقة واحد من الأعلام في زمن التوهج، شاعر وملحن ومؤدي وإلى آخره، يعني طاقة لم تتكرر، يشبه في تقديري يشبه شارلي شابلن مثلا، شارلي شابلن عراقي. وأني أتذكر بالخمسينات يعني كان يوم الأربعاء هو يوم الحفلة الأسبوعية مالته، يعني عندما نمشي بالشارع بلشت الإذاعة تذيع المنولوج مالته، نوقف نفتعل قضية نشرب شربت أو ناكل فد صمونة فد مكان يم راديو اللي يبث المنولوج مالته. وسمعت عدد من المنولوجيات اللي تفضل بها اخونا مشكورا وهي جميله جدا، وحبذا يعني لو ان مؤسسه المدى اللي لها الفضل في هذا الجمع ونحييها ونبارك جهودها، حبذا لو انهم منولوجيات عزيز علي كلها تسجل على اشرطه، والان منها جمهور كلش كبير من الممكن ان يشتري هذه المنولوجيات. وبالحقيقة احنا في كثير من الحفلات كثير من اللقاءات نستعين بمنولوجيات عزيز علي لترطيب الجو ولتحسين المعنويات وللمتعة الفنية لهذا الفنان واستذكاره واحياء ذكراه وتمجيده. شكرا لكم على الإصرار. نشكر السادة الوزارة الصحفية حقيقة نقدم لكم الست سوزان بنت الفنان عزيز علي كلمة بالمناسبة، تحية للفنان الكبير
فنان الشعب. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة هذا الجمع يعني كنت أتمنى أن في حياته يصير هيك شيء، وهو كان يتمنى هذا الشيء. على أي حال السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم على نبلكم وتجشمكم العناء والحضور إلى هذا التجمع الخير الذي رعته مؤسسة المدى مشكورة، أصالة عن نفسي ونيابة عن شقيقاتي وعائلتي. السادة الحضور، عزيز علي هو البصمة الفنية والسياسية في تاريخ العراق بكل ما في هذه الكلمة من معنى الفن والسياسة الشريفة. قد لا أجد الكلمات الكافية ولا الأوراق الواسعة لأعبر عن ماهية هذا الرجل، لا لكونه أبًا، ولكن لأنه الصرح العظيم من بين الصروح العظيمة في تاريخ العراق الحديث. كان الصوت المدوي في أسماع الساسة العراقيين في فترة الحكم الملكي، وكان الجبل الشامخ في الساحة السياسية أبان الانتداب البريطاني الذي وقف وحيداً في الساحة، صوتاً مدوياً معبراً عن آمال وآلام العراقيين، كما أنه عبر عن معاناة الأمة العربية حين تطرق إليها في مونولوج الجزائر ومونولوج فلسطين. كان الصوت الذي أقض مضاجع السياسيين المتخندقين في خنادق الاستعمار والاحتلال. عاش فقير الحال غني النفس، لم يتصعلك لنظام، لم يتملق لحاكم، لا يعرف بالحق لومة لائم. كانت كلماته أخطر من الرصاص الذي يوجه لحكامه. لم يعتش على عمله الفني ولم يتاجر به. هذا هو عزيز علي، الإنسان بكل معنى الكلمة، الذي كان في حياته الخاصة ملاذاً لأقرب الناس إليه من الأيتام والأرامل. ربى أولاد أخيه كما ربانا، وأوصلهم ونحن إلى أعلى مراحل الدراسة، وهو موظف بسيط يعتاش على راتبه والذي طالما قطع والجميع يعلم. كان وحده في الساحة، فلم يكن هناك أحزاب دينية ولا سياسية، وبقي إلى آخر يوم من عمره وحده، لم ينتمي إلى أي تيار أو حزب. نتأمل بكم خيرا، أنتم أصحاب الأقلام الشريفة والأصوات الحرة لتبجيل ذكراه، ونتأمل من مؤسسة المدى كذلك، وأظهار صورته الوطنية لتعرفوا الأجيال الحالية رجلا شجاعا معطاء بدون مقابل، ومناضلا متفانيا وناكرا لذاته. الأمل فيكم أن يتخلد هذا الرجل برمز فني بشكل تمثال يشيد له لتراه الأجيال، حتى تبقى ذكراه عالقة وخالدة في عيون وأذهان الأجيال القادمة. أشكركم، السلام عليكم. ورسم جميل وتقليد جليل لذلك الذي دأبت عليه مؤسسة المدى في الاحتفاء والاحتفال بشخصيات وطنية عراقية، شخصيات ذات بصمة على التاريخ العراقي والبغدادي. وإن كان لدي أعجوبة وألحوظة على المدى، كان من اللازم أن تنتقي وتصطفي وتختار الأمثل والأكمل والأفضل، فلا بعد الجاحظ ولا بعد ابن المقفع ولا بعد ابن أبي داود ولا بعد الحلاج ولا بعد ابن سعد ولا بعد الجوزي ولا بعد الخطيب البغدادي قول لقائل. يعني لما نحتفل بالأستاذ علي جواد الطاهر أبو البلاغة يعيب علينا مثل هذا الاحتفال ويقول للمدى: اجعلي يوما للكملاء الفضلاء المثلاء العلماء الأجلاء.
أما بالنسبة للمرحوم عزيز علي فقد قيض لي أن توكلت في دعوى أمام المحكمة المعروفة، وكان المتهم في الدعوى أحيل وفق المادة 201 من قانون العقوبات، والمادة 201 من قانون العقوبات هي المادة التي تعاقب بالإعدام على من حبذ أو روج أو انتمى أو انتسب للماسونية. هذه في نهاية الثمانينات. هيئة المحكمة عندما حضرنا شخصية معروفة لا زال حين يرزق ورجل يعيش في بحبوحة العيش، المحكمة لما أحيلت كنا على أساس أن ندخل المرافعة، وعلى عادتها في الاستعجال والعجالة في فرض الأحكام، إلا أنها في تلك القضية قد تأنت، قالوا تؤجل الدعوة إلى يوم آخر، فجئت مبكرا من ذلك اليوم وقابلت موكلي، لأن كما هو معلوم أن الأمر ليس بسياسي، مسألة الماسونية تهمة يراد منها شيء معين. سألته قال فلان فصاد اللي ما نذكر اسمه الكامل راودني عن عمارة لكي يتملكها بحجة أنها تستخدم من قبل دائرته لأغراض المصلحة العامة، وأنني رفضت، لذلك حالون على أي حال مانا من قرأت الدعوة الخاصة بموكلي اللي ترافعت عنه في عام 89، وجدت في إضبارة الدعوة الخاصة بالمرحوم عزيز علي، قرأتها قراءة قارئ لشيء من التاريخ، وجدت أن المحكمة عندما حاكمت عزيز علي العقوبة الإعدام أنه توقفت عند عدم فرض عقوبة الإعدام للأسباب التالية: أولاً أنه كان يقول بما يقول ساطع الحسني، وأنه في عام 1941 تم توقع حبسه لتأييده المطلق اللامحدود لحركة السبعاوي والعقداء الأربعة ورشيد علي الجيلاني. بالمناسبة قضية رشيد علي الجيلاني استمرت مع المرحوم حتى أن هنالك نزاعا حصل بعد ثورة 14 تموز 1958 بشأن رقم السيارة 9 بغداد. 9 بغداد تعرفوها مال من؟ 9 بغداد مال رشيد علي الجيلاني الله يرحمه، اشتروها بيت السهيل. من حصلت الثورة أراد رشيد عالف الجيلاني إعادتها له، قابل المرحوم عبد السلام عارف وكان أحد مؤيدي رشيد عالف الجيلاني في طلب السيارة أو الرقم على الأقل 9 بغداد هو المرحوم عز علي. وعام 1956 تم توقيفه أثناء العدوان الثلاثي، وأنه توقف عن المنلاج للفترة من 14 تموز 1958 حتى 1966. المنلاج أبان تلك الفترة كان ملكاً شائعاً لعلي الدبو وفاضل رشيد. هاي القصور، هاي الحواش، هاي المكاين عن ترناش، كل من هذا المعاش تذكروا حضراتكم، احنا ببغداد نسمعها. ولم يعود إلا في عام 1966. كانت هذه علامات للخروج من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن أو الحبس للمرحوم، لكن يبدو أن أحد أعضاء المحكمة الذي كان موجوداً قد دخل في صراع مع المرحوم عز علي. الصراع يكمن في أن عزيز علي رحمة الله على روحه وقف أمام المقام البغدادي، قال مقام المقام البغدادي مقام عجمي، هذبوه يا أصحاب المقام، جملوه بعربية جديدة. والذي يبدو رأي الرجل رجل مكين عليم قادر بارع بشأن الفنون. لذلك انتهت قضية عزيز علي بالسجن المؤبد، وكانت قضية عزيز علي القضية الأولى هي قضية عبد الجبار فهمي مدير الشرطة الذي سأله المهداوي في المحكمة أول المتهمين هل أنك ماسوني، أجاب نعم. والقضية الثانية قضية عزيز علي
ولا أريد أن نذكر الشاهد الرئيسية في الموضوع. والقضية الثالثة قضية موكلي التي انتهت بالسجن المؤبد جريا واتباعا للقضية التي حسمت. ومما قيل في عز علي أنه من الجماعة الأخوة في تلك المحكمة لا يفرقون بين الماسونية والبهائية. البهائية مكانها شيخ بشار، أصلاً شيخ بشار جاء هذا من إيران وقعد، فلا يفرقون. حتى أنهم قالوا عزيز علي طالما أن منطقة الشيخ بشار وولاده في الشيخ بشار فهنالك لقاء بين ذلك. أقول رحم الله عزيز علي وحسبه فضيلة وكفاه منقبة أن جميع منظمات المجتمع المدني الآن التي تنادي بحقوق الإنسان يجب أن يكون عزيز علي هدياً ومرشداً لها. يا جماعة والنبي من حقوق الإنسان بالعرف والأديان أن للإنسان حر الفكر حر اللسان. تصوروا مثل هذا القول ينفي عنا التهمة اللي قيل أنه كان تابعاً للنازيين، وينفي التهمة الأخرى الذي قالت أنه لبس جلباب القومية العربية. أعتقد أنه وطني، رحمه الله ورحم جميع ساداتنا ومثلاءنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزارة توفيق السويد الثانية سنة 1946، فقد أجازت وزارة الداخلية التي كان يشغلها السياسي الوطني سعد صالح 5 أحزاب سياسية، وهي الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني وحزب الأحرار. والملفت للنظر أن هذه الأحزاب الخمسة كانت كلها معارضة، وليس بينها حزب واحد يؤيد الحكومة أو يدعمها. ولما جاءت كارثة العرب الكبرى وجرحها النازل متمثلة بقيام إسرائيل وتهجير سكان البلاد لتكون رأس حربة في الشرق الأوسط ولتفصل المشرق العربي عن مغربه، تأجج الشعور القومي العالم في نفوس الناس. وهنا نزل عزيز علي الميدان السياسي وشرع بالنقد وتجريح الحكومات العربية التي اعتبرت متخاذلة متقاعسة، فأوسعها لوماً وتثريباً وتقريعاً. ولما كان الفرد العراقي بطبيعته النفسية يحمل حقداً متوارثاً على الحكام عبر عدة قرون، وذلك لوجود هوة سحيقة بين الحاكم والمحكوم لم تستطع الحكومات ردمها، فالحاكم في نظر الشعب لص مؤامر معتد على كرامته سالب لسعادته، والشعب في نظر الحاكمين مشاغب معرقل لمشاريعهم الإصلاحية. ومن هنا
وبسبب هذه الظروف الموضوعية وجدت آذانا صاغية وقلوبا مفتحة، لأنها كانت تداعب وجدانها وأحاسيسها الوطنية ومشاعرها القومية، فراجت وانتشرت وأصبحت النشيد اليومي للناس في الشوارع والأسواق. والمقاهي والنوادي، وليس ثمة شك أن كثيراً من المعمرين يذكرون جيداً كيف أن الجمهور كان يجتمع ويتحلق حول أجهزة المذياع وهو يصغي بكل جوارحه وبشوق ولهفة لعزيز علي في حفلته الأسبوعية التي كانت تبث عبر الإذاعة في بغداد. نختمها دقيقة، أدي كلمة خاتمة. وصفوة القول إن عزيز علي ظاهرة فنية قد لا تتكرر في تاريخ الفن العراقي المعاصر، فقد استطاع أن يبتكر أشياء من لا شيء. وإذا كان كل فنان امتدادا لفنان متقدم عليه، فإن عزيز علي لم يسبق في هذا الميدان سابق، وما إخاد سيلحقه لاحقا. وآية ذلك أن عزيز علي قد لاذ بالصمت سنين عددا وأخذ الساحة منذ عهد بعيد، فما الذي يمنع غيره من الظهور والبروز وملء المكان الذي خلفه؟ لو كان هناك من يقدر على ذلك لظهر وبان. رحم الله عزيز علي، فقد شأ من قبله وأتعب من بعده، فقد كان فنانا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه بكل ما تحمله هذه الكلمة من المعاني السامية. نشكر الأستاذ رائد الجمهور السوري على هذه المعلومات، حقيقة مداخلة من الأستاذ الفاضل عبد الرزاق الصافي، وهو مخلص في فضل في حدثنا عن الفنان عزيز علي. حتى يسمعوني الإخوان من الأخير، حتى لا يكون الكلام بلا فائدة. في الحقيقة ذكرياتي عن عزيز علي تمتد إلى أواخر الثلاثينات بداية الأربعينات. عزيز علي كان في البداية شخص كبير. أبو مخلص علينا كاميرات تحرك على مود الفضائيات. استريح. بديلوجاته الأولى كانت هي ضد الخرافات، إذا تتذكرون المنالوج ماله نص الليل فزيت من نومي شدي أجيلة هوسب هجومي لقمرته دندق بالصينية حتى الخشوف مال القمر الحوتة المنحوتة تهنده. بعد ذلك توجه وطني أيضا بالإضافة إلى هذا، فسوى منالوج لتشجيع الصناعة الوطنية لأنه بات غزة الأسواق العراقية، فقال منالوج عنده لا تشترون من باته، لا تشترون من باته، شجع الصناعة الوطنية. بعد ذلك دخل عالم السياسة من خلال المنالوج الدكتور دخل الله ودخلك بزداوينا، دكتور اسقينا العلقم بزداوينا، دكتورين الحمى من رجلينا. ولمن لا يدري من هو دكتوره، فالدكتور هو رشيد علي الجيلاني. هذا المنالوج صار في فترة الحركة مع رشيد علي الجيلاني ضد الإنجليز، و
وعمليا ربما هو هذا البنالوج هو اللي سبب اعتقاله وبالمعتقل مع العمارة مع من اتهموا بالنازية. هو لم يكن نازي، هو شخص وطني قومي إلى آخره. بعد ذلك انطلع من السجن من المعتقل اجى إلى كربلاء، أنا من كربلاء، اجى إلى كربلاء في أيام الحرب العالمية الثانية وفتح محل من المصادفات العتيقة الغريبة أنه صار وكيل شركة باتا في كربلاء. أنا يعني تعرفنا على عزيز علي من خلال ابن أخته مو صادق الصايب، واحد آخر فاروق كان ميانا طالب بالابتدائية. ها؟ ابن أخوه فاروق. فهذا كان هو يقرن المنولوجيات مالته وإحنا أطفال يعني بالابتدائية. بعد ذلك يعني منع عزيز علي سنوات طويلة هذا المنولوج مال الدكتور، هو بالحقيقة ظل ممنوع إلى أواسط الخمسينات. بعدين سمح به وهو عندما عاد إلى مجال ظل أيضا بعض الأحيان منولوجياته تمنع، ولذلك كان عندما هو موظف بالجمرك المنتسبين الجمارك يسوون حفلة فيطالبوه بأن يقرأ البيان، يقولوا له بيان رقم 11، بيان رقم 11، بيان رقم 11 يحوي البضائع الممنوعة من الدخول بالعراق. وبالحقيقة عزيز علي كرائد كعلم من أعلام الثقافة العراقية التقدمية الوطنية لم يتكرر، وهو بالحقيقة واحد من الأعلام في زمن التوهج، شاعر وملحن ومؤدي وإلى آخره، يعني طاقة لم تتكرر، يشبه في تقديري يشبه شارلي شابلن مثلا، شارلي شابلن عراقي. وأنا أتذكر بالخمسينات يعني كان يوم الأربعاء هو يوم الحفلة الأسبوعية مالته، يعني عندما نمشي بالشارع بلشت الإذاعة تبيع المنولوج مالها، نوقف نفتعل قضية نشرب شربت أو ناكل فد صمونة فد مكان يم راديو اللي يبث المنولوج مالها. وسمعت عدد من المنولوجات اللي تفضل بها أخونا مشكورا وهي جميلة جدا، وحبذا يعني لو أن مؤسسة المدى اللي لها الفضل في هذا الجمع ونحييها ونبارك جهودها، حبذا لو أنه منولوجات عزيز علي كلها تسجل على أشرطة، والآن منها جمهور كلش كبير من الممكن أن يشتري هذه المنولوجات. وبالحقيقة احنا في كثير من الحفلات كثير من اللقاءات نستعين بمنولوجات عزيز علي لترطيب الجو ولتحسين المعنويات وللمتعة الفنية لهذا الفنان واستذكاره وإحياء ذكراه وتمجيده. شكرا لكم على الإصغاء. نشكر السادة النظام الصحفي حقيقة نقدم لكم ست سوزان بالفنان عزيز علي كلمة بالمناسبة تحية للفنان الكبير فنان الشعب. السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة هذا الجمع يعني كنت أتمنى أنه في حياته يصير هيك شيء، وهو هم كان يتمنى هذا الشيء. على أي حال السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم على نبلكم وتجشمكم العناء والحضور إلى هذا التجمع الخير الذي رعته مؤسسة المدى مشكورة أصالة عن نفسي ونيابة عن شقيقاتي وعائلتي. السادة الحضور، عزيز علي هو البصمة الفنية والسياسية في تاريخ العراق بكل ما في هذه الكلمة من معنى الفن والسياسة الشريفة.
قد لا أجد الكلمات الكافية ولا الأوراق الواسعة لأعبر عن ماهية هذا الرجل، لا لكونه أبن، ولكن لأنه الصرح العظيم من بين الصروح العظيمة في تاريخ العراق الحديث. كان الصوت المدوي في أسماء الساسة العراقيين في فترة الحكم الملكي، وكان الجبل الشامخ في الساحة السياسية أبان الانتداب البريطاني الذي وقف وحيداً في الساحة، صوتاً مدوياً معبراً عن آمال وآلام العراقيين، كما أنه عبر عن معاناة الأمة العربية حين تطرق إليها في مونولوج الجزائر ومونولوج فلسطين. كان الصوت الذي أقض مضاجع السياسيين المتخندقين في خنادق الاستعمار والاحتلال. عاش فقير الحال غني النفس، لم يتصعلك لنظام، لم يتملق لحاكم، لا يعرف بالحق لومة لائم. كانت كلماته أخطر من الرصاص الذي يوجه للحكام. لم يعتش على عمله الفني ولم يتاجر به. هذا هو عزيز علي، الإنسان بكل معنى الكلمة، الذي كان في حياته الخاصة ملاذاً لأقرب الناس إليه من الأيتام والأرامل. ربى أولاد أخيه كما ربانا، وأوصلهم ونحن إلى أعلى مراحل الدراسة، وهو موظف بسيط يعتاش على راتبه والذي طالما قطع والجميع يعلم. كان وحده في الساحة، فلم يكن هناك أحزاب دينية ولا سياسية، وبقي إلى آخر يوم من عمره وحده، لم ينتمي إلى أي تيار أو حزب. نتأمل بكم خيراً، أنتم أصحاب الأقلام الشريفة والأصوات الحرة لتبجي ذكراه، ونتأمل من مؤسسة المدى كذلك، وأظهار صورته الوطنية لتعرفوا الأجيال الحالية رجلاً شجاعاً معطاءً بدون مقابل، ومناضلاً متفانياً وناكراً لذاته. الأمل فيكم أن يتخلد هذا الرجل برمز فني بشكل تمثال يشيد له لتراه الأجيال، حتى تبقى ذكراه عالقاً وخالداً في عيون وأذهان الأجيال القادمة. أشكركم. السلام عليكم. ورسم جميل وتقليد جليل لذلك الذي دأبت عليه مؤسسة المدى في الاحتفاء والاحتفال بشخصيات وطنية عراقية، شخصيات ذات بصمة على التاريخ العراقي والبغدادي. وإن كان لدي عتوبة وألحوظة على المدى، إذ كان من اللازم أن تنتقي وتصطفي وتختار الأمثل والأكمل والأفضل، فلا بعد الجاحظ ولا بعد ابن المقفع ولا بعد ابن أبي داود ولا بعد الحلاج ولا بعد ابن سعد ولا بعد الجوزي ولا بعد الخطيب البغدادي قول لقائل. يعني لما نحتفل بالأستاذ علي جواد الطاهر أبو البلاغة يعيب علينا مثل هذا الاحتفال ويقول للمدى: اجعلي يوماً للكملاء الفضلاء المثلاء العلماء الأجلاء. أما بالنسبة للمرحوم عزيز علي، فقد قيض لي أن توكلت في دعوة أمام المحكمة المعروفة، وكان المتهم في الدعوة أحيل وفق المادة 201 من قانون العقوبات، والمادة 201 من قانون العقوبات هي المادة التي تعاقب بالإعدام على من حبب أو روج أو انتمى أو انتسب للماسونية. هذه في نهاية الثمانينات. هيئة المحكمة عندما حضرنا، شخصية معروفة لا زال حي يرزق ورجل يعيش في بحبوحة العيش، المحكمة لما أحيلت كنا على أساس أن ندخل المرافعة، وعلى عادتها في الاستعجال والعجالة في فرض الأحكام، إلا أنها في تلك القضية قد تأنت
قالوا تؤجل الدعوة إلى يوم آخر، فجئت مبكرا من ذلك اليوم وقابلت موكلي، لأن كما هو معلوم أن الأمر ليس بسياسي. مسألة الماسونية تهمة يراد منها شيء معين، سألته قال فلان فصاد اللي ما نذكر اسمه الكامل راودني عن عمارة لكي يتملكها بحجة أنها تستخدم من قبل دائرته لأغراض المصلحة العامة، وأنني رفضت، لذلك حالون على أي حال مانا من قرأت الدعوة الخاصة بموكلي اللي ترافعت عنه في عام 89، وجدت في إضبارة الدعوة الخاصة بالمرحوم عزيز علي، قرأتها قراءة قارئ لشيء من التاريخ، وجدت أن المحكمة عندما حاكمت عزيز علي العقوبة الإعدام، أنه توقفت عند عدم فرض عقوبة الإعدام للأسباب التالية: أولاً أنه كان يقول بما يقول ساطع الحسني، وأنه في عام 1941 تم توقع حبسه لتأييده المطلق اللامحدود لحركة السبعاوي والعقداء الأربعة ورشيد علي الجيلاني. بالمناسبة قضية رشيد علي الجيلاني استمرت مع المرحوم حتى أن هنالك نزاع عن حصل بعد ثورة 14 تموز 1958 بشأن رقم السيارة 9 بغداد. 9 بغداد تعرفوها مال من؟ 9 بغداد مال رشيد علي الجيلاني الله يرحمه، اشتروها بيت السهيل. من حصلت الثورة أراد رشيد علي الجيلاني إعادتها له. قابل المرحوم عبد السلام عارف وكان أحد مؤيدي رشيد علي الجيلاني في طلب السيارة أو الرقم على الأقل 9 بغداد هو المرحوم عز علي. وعام 1956 تم توقيفه أثناء العدوان الثلاثي، وأنه توقف عن المنلاج للفترة من 14 تموز 1958 حتى 1966. المنلاج أبان تلك الفترة كان ملكا شائعا لعلي الدبو وفاضل رشيد. هاي القصور، هاي الحواش، هاي المكاين عن ترناش، كل من هذا المعاش تذكروا حضراتكم، احنا ببغداد نسمعها. ولم يعود إلا في عام 1966. كانت هذه علامات للخروج من عقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن أو الحبس للمرحوم. لكن يبدو أن أحد أعضاء المحكمة الذي كان موجوداً قد دخل في صراع مع المرحوم عز علي. الصراع يكمن في أن عزيز علي رحمة الله على روحه وقف أمام المقام البغدادي، قال المقام البغدادي مقام عجمي، هذبوه يا أصحاب المقام، جملوه بعربية جديدة. والذي يبدو رأي الرجل رجل مكين عليم قادر بارع بشأن الفنون. لذلك انتهت قضية عزيز علي بالسجن المؤبد، وكانت قضية عز علي القضية الأولى هي قضية عبد الجبار فهمي مدير الشرطة الذي سأله المهداوي في المحكمة أول المتهمين: هل أنك ماسوني؟ أجاب نعم. والقضية الثانية قضية عزيز علي، ولا أريد أن نذكر الشاهد الرئيسية في الموضوع. والقضية الثالثة قضية موكلي التي انتهت بالسجن المؤبد جريا واتباعا للقضية التي حسمت. ومما قيل في عز علي أنه من الجماعة الأخوة في تلك المحكمة لا يفرقون بين الماسونية والبهائية. البهائية مكانها شيخ بشار، أصلاً شيخ بشار جاء هذا من إيران وقعد، فلا يفرقون. حتى أنهم قالوا عزيز علي طالما أن منطقة الشيخ بشار وولاده في الشيخ بشار فهنالك لقاء بين ذلك. أقول رحم الله عزيز علي وحسبه فضيلة وكفاه منقبة أن جميع منظمات المجتمع المدني الآن التي تنادي بحقوق الإنسان يجب أن يكون عزيز علي هدياً ومرشداً لها. يا جماعة والنبي من حقوق الإنسان بالعرف والأديان أن
صان حر الفكر حر اللسان. تصوروا مثل هذا القول ينفي عن التهمة اللي قيل أنه كان تابعاً للنازيين، وينفي التهمة الأخرى الذي قالت أنه لبس جلباب القومية العربية. أعتقد أنه وطني رحمه الله ورحم جميع ساداتنا ومثلاءنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.